even فهي حالتين بيها even. هسه هذا even وهو الدز انا صحيح من استقبله بالريسيفر قد استقبله بهالشكل ما بيه خطا زين. فهي اما حاله ماكو ايرور حدث او قد يكون هو يوصل لي زوجي بس يوصل لي مثلا اول اثنين صار بيهن خطا هذا صار صفر مثلا وهذا صار صفر والبقيه صحيحات البقيه مثل هذا هذا وصل لي للريسيفر بس بيه هنا صفر صفر بالبدايه هذا صار بيه خطا بس انا ما قدرت اكشفه لان صار بيه خطا زوجي اذن انا عندي هنا حالتين بالايفن والاود باريتي عندي حالتين عندي حاله انه يكشف اخطاء شو وقت لما يكون عدد الوحدات عدد فردي وعندي حاله ما يكشف اخطاء لما يكون عدد الوحدات عدد زوجي then the either عندي no error occurs بالعدد الزوجي أو even number of errors occurs. إذن احتمالية the probability of detecting errors شو وقت أكشف أخطاء احتمالية كشف الأخطاء لما يكون عندي هي شو تمثل لي الاحتمالية مال كشف الأخطاء تمثل لي احتمالية لما يكون العدد مال الوحدات عدد فردي odd number of errors والprobability of undetected error احتمالية عدم كشف الأخطاء لما تكون the probability of even number of errors. لاحظوا هو ليش هو هذا الطريق الeven والodd parity هو أبسط طريق ليش أعتبره أبسط طريق لأنه أمثل بexclusive OR gate يعني العلاقة مع الinformation bits A1 ناطم عن الأيات اللي حكيت عنهن سابقا A1 A2 A3 إلى AK تربط كلهن باكسكلوزيف اور جيت هذا يطلع لي ايفن باريتي زين شلون اعكس الايفن باريتي اسوي اود باريتي بس ضفت نود جيت بس تضيف نود جيت يصير اود باريتي مثل ما اخذنا باللوجيك هاي السمبل ايديا مال الايفن باريتي اقدر اطبقها لما عدد الوحدات يكون عدد فردي أو أرتبه بشكل عدد فردي بصورة عامة الكود إفشنسي أو الكود ريت راح يكون هو يمثل لي كي على كي زائد واحد من يقول لي ليش كي على كي زائد واحد لأنه كي على N هنا الN مالتي هي كي زائدا بت وحدة بت يعني الR إيش قد هنا الR واحد الآر واحد لأنه الآر واحد لأن ضفت فقط بت وحدة إضافية ووظيفتها كشف وتصحيح الأخطاء نعم To implement these parity generators أريد هسه أصممها مين أجيبها أجيبها من هذا اللي قلت لكم عليه exclusive OR gate exclusive OR gates أجيب هنا هسه هاي الأيات اللي تربط بهن إذا مش شابهات صفر إذا مختلفات واحد نستخدمهم بالترانسميتر وبالرسيفر هسه بالترانسميتر هذا مبين الدائره مالتي مبينه بالترانسميتر ادخل اي 1 اي 2 اي 3 الى اي كي راح يطلع لي الايفن باريتي ويطلع لي اذا خليت نود جيت الاود باريتي وبالريسيفر هذا هو الكي زائد واحد اللي هو ضفت بت اضافيه فاذا طلع لي صفر فمعناته نو ايرور اوكيرز اذا طلع لي واحد معناتها اكو ايرورز اوكير زين هاي بالريسيفر هاي بدائره الريسيفر ذيك بدائره الترانسميتر هسه ايش نقدر نستنتج وي كان كونكلود ذات ان ايرور ديتكشن از نوت ايديال نقدر نستنتج انه كشف الاخطاء هو مو حاله مثاليه من اضيف ايفن باريتي او اسوي اود باريتي هو مو حاله مثاليه ليش من يقول لي ليش مو حاله مثاليه؟ لانه ممكن طلع عدد زوجي فمو بالضروره انه ماكو اخطاء، ممكن خطا صار. احسنت لواء. زين يعني it does not detect errors ما راح يكشف الاخطاء بنسبه 100%. ليش؟ لانه الايفن نمبر اوف ايرورز يسلك سلوك النو ايرور، يعني اذا انا عندي خطا زوجي بتين او خطا باربع لا حول ولا قوة يطلع من الهاي
عمر ليش جاي متأخر؟ قاعد متأخر ليش عمر؟ عمر حيدر مو دخل؟ عمر اسمعني؟ صباح الخير دكتور. صباح نور بالسرور، اهلا. العفو، توقعت المحاضرة 9:30، ليش المحاضرة أنا ما حضرت؟ العفو، ماكو مشكلة، بالتسعة يا المحاضرة بالتسعة. أنا ما عندي شيء، أنت تدرون بي، أنا ما فد يوم يعني أوقف طالب أو الحضور مالته وكذا، بس آسف دكتور. لا ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، أرجو يعني الانتباه على المرة القادمة. إن شاء الله. إذا نقدر نستنتج إنه عملية كشف الأخطاء باستخدام الإيفن بارتي هو مو حالة مثالية، يعني من أضيف بت وحدة فقط حتى تكشف الأخطاء وصححها هي مو عملية كاملة. ليش؟ ما راح تكشف لي كل الأخطاء 100%، لأن قد يكون عدد زوجي من الأخطاء قد يكون خطأين أو 4 أخطاء أو 6 أخطاء أو 8 أخطاء هو ما يكشفها، لأن تسلك سلوك العدد الزوجي الإيفن بارتي بالضبط. إذن لأنه since the even number of errors العدد الزوجي من الأخطاء يسلك سلوك بالضبط حالة اللا إيرور، ما كأنه ماكو عندك خطأ، لأن even parity. بصورة عامة for practical channels للشانلات للقنوات الحقيقة العملية هذا الإيرور شقد يصير نسبته؟ يسموه السنجل بت ايرور بروبابيلتي، احتماليه الخطا الواحد يسموه البت ايرور ريت. البت ايرور ريت يكون الاوردر مالت الايرور لازم تكون هو 10^-3 او اقل. اذا بالاتصالات احمد حسن، حسين صباح الخير دكتور. صباح نور وسرور، أنا عفو دكتور. عفو دكتور، ماشي. شو لواء يعني عود بعدين اكتب على الجروب انه ترى المحاضرة بالتسعة، ارجو الالتزام بالموعد لانه كل ساعة نقطع الحكي. ماشي دكتور. وين وصلت؟ دقيقة هذا السلايد. زين، بالشانل العملي او بالقنوات العمليه هذا السنجل ايرور قد ممكن يصير؟ السنجل ايرور ممكن هسه نكشف خطا احادي، ايش قد الاحتماليه مال الخطا؟ هو 10^-3، يعني خطا واحد، يعني اذا ادز 1000 بت واحد من عندهم يكون خطا او اقل، حتى اقل من 1 بالألف الخطا، نسبه الخطا العملي. إذن the probability of error أو اللي يسموه البيت ايرور ريت لازم يكون من يعني 10^-3 1 بالألف أو حتى أقل من هذا الشيء. زين، يعني ما مسموح يكون أكو خطأ 1% أو 5% أو 10%. زين، حتى نفهم هذا الشيء، فرح نفترض مثلا الكي انفورميشن أنا عندي 7 بتس أو الكي 7، إيش قد الان رح أدزها بالإيفن بارتي؟ 8. ليش 8 رح ندز؟ ليش 8؟ ليش العدد حتى زادون نكتشف الأخطاء. من هو هذا الواحد؟ هو الريدندنت بيتس اللي هو الار اللي هو مال ايفن بارتي اللي هو وظيفته كشف وتصحيح الأخطاء. زين، هسه احتمالية تشقد أخطاء ما أقدر أكتشفها من يقول لي؟ أنا دزيت 8 بتات، شنو هي احتمالية عدم كشفي الأخطاء؟ هي احتمالية أكو احتمال، يعني إذا زوجي ما نقدر نكتشفه أحسن، أو إذا ماكو أخطاء أصلا. احتمالية الـ even number of errors، إذا الأخطاء اللي ما راح أكتشفها من هي لما يكون عندي even number of errors، هذا كاتبه بالأحمر، اللي هو الـ P of undetected error، C2 من أصل 8، C4 من أصل 8 4 أخطاء، C6 من أصل 8، C8 من أصل 8، 8 قد تكون تطلع لي أخطاء هي وأني ما أعرف. زين،
وين الدوميننت بذني؟ هنا سي 2 من اصل 8 اللي هي الترتيبات المختلفه للاخطاء، احنا ماخذين هذا الكومبينيشن سابقا التو. زين للبي ايرور تربيع في الواحد ناقص بي ايرور السته. زين انتوا تتخيلون 10 قوى ناقص 3 تربيع شو تصير؟ 10 قوى ناقص 6 يعني قليل كلش. اذا الدوميننت مال هذا مال 8 اخطاء تقريبا هذا يهمل وتقريبا هذا يهمل وتقريبا هذا يهمل، الدوميننت يعتمد على هذا. ايش قد تقريبا راح يطلع لي اذا اطبق البي ايرور 10 قوى ناقص 3 مثلا هنا راح يطلع لي تقريبا 28 في 10 قوى ناقص 6. تعرفون يعني شنو 28 في 10 ناقص 6؟ من يقول لي؟ يعني من كل مليون بتس انا دا 28 ما قاعد اكتشفها، 28 خطا ما قاعد اقدر اكتشفه. زين زين هسه هنا 28 ياهو اكبر هنا هسه الايفن والاود باريتي بيها 28 بالمليون ما قاعد اقدر اكتشفها. زين خلينا نشوف ايش قد احتماليه كشف الاخطاء في ديتكتد ايرور. ايش قد راح اكشف اخطاء شباب؟ من يقول لي؟ يا اما خطا واحد من اصل 8 الفرديات، يا اما 3 من اصل 8، يا اما 5 من اصل 8، يا اما 7 من اصل 8. من اجربها هذا تقريبا يقدر يهمل لانه تكعيب واس 5 واس 7 10 قوى ناقص 3 من اضيف له يعني اس 5 واس 7 واس 3 كلش قليل يصير. فتقريبا الاخطاء اللي ما راح اللي راح اكشفها هي ايش قد؟ من كل ألف ثمانية راح أكتشف أخطاء. زين هسه من يقول لي منو أكبر احتمالية كشفك للأخطاء لو احتمالية عدم كشفك للأخطاء؟ هنا بالود احتمالية عدم الكشف، احتمالية الكشف للأخطاء أكبر من احتمالية عدم كشف الأخطاء بهواية. هنا 8 بالألف، هناك 28 بالمليون. إذن لا تزال رغم أنه هاي العملية هي بسيطة ودا استخدم بها بس few exclusive organs بس تبقى الأهمية مالتها، رغم ذلك تبقى الأهمية مالتها. إذن although the code used for detection is simple few exclusive organs but still we have big advantage since the probability of detecting errors is much higher than the probability of undetected errors. واضحة لهنا أنا شباب لو لا؟ زين هسه هنا اكو فتشي يقول لك هذا السيستم بالاضافه الى الادفانتج مال هاي الايرور ديتكشن از كلير، تكون بشكل واضح لما اضيف فتشي اسمه يعني تجي سويه ويا ما يسمى بالاوتوماتيك ريبيت كوري. هذا تعريف دائما نجيبه او صح وغلط او فراغ. شنو نظام التكرار الطوعي؟ شنو هذا؟ إذن الفائدة من هاي الطريقة البسيطة في كشف عن الأخطاء ترتبط بمنظومة، هاي المنظومة يسموها الأوتوماتيك ريبيت كوري اللي هو نظام التكرار الطوعي. هذه المنظومة تحتوي بصراحة على قناتين تو شانلز، شانل يسموه فورورد. إذن هاي الطريقة البسيطة راح تدخل على فورورد شانل، فورورد شانل وعلى أيضا باكورد شانل، تمشي على باكورد شانل. هاي شنو وظيفتين هسه راح نشوف، هذا الفورورد وهذا الباكورد شانل. زين هنا الفورورد لها قابليه على حمايه الاخطاء بحيث الداتا تصل للريسيفر فيما اذا كانت اخطاء سوف يطلب من الترانسميتر شو راح يطلب من عنده؟ يعيد الارسال. فاذا هنا هاي الفورورد شانل يعني لها قابلية على الحماية ضد الأخطاء بحيث الداتا من توصل للريسيفر، من وصلت للريسيفر يسأله هل أكو أخطاء؟ إذا أكو أخطاء رح يرجع بالباكورد ويطلب من عندك إعادة إرسال المعلومات مرة أخرى. زين طبعا من يعيد المعلومات عن طريق الباكورد شانل، زين إذن رح يطلب من الريسيفر أو من الترانسميتر العفو أن يعيد إرسال نفس الداتا، ريترانسميت داتا على امل انه الخطا اللي اجى اللي هو probabilistic اللي قد يحدث او قد ما يحدث
قد لا يحدث بالإرسال بالمرة الثانية، وبذلك من خلال التكرار بين الفورورد والباكورد شانل فإن الداتا راح تصبح يعني يأمن وصولها بشكل صحيح. زين، إذا الداتا استلمنا بها خطأ فإن الرسيفر دائما إذا بهاي الحالة يطلب من الترانسميتر، يقول للترانسميتر هذا الترانسميتر يا بدي دز الداتا من جديد. زين، هذا يأثر على شيء اسمه داتا ثروبت اللي هو الإنتاجية وعلى سرعة نقل المعلومات من الترانسميتر إلى الرسيفر، وهاي راح يبطئ العملية مال إرسال المعلومات، لأنه كل ما يصير خطأ أكثر كل ما راح نطلب من الترانسميتر عيد الإرسال عيد الإرسال عيد الإرسال كل ما يصير خطأ. زين، إذن هسه وظيفة الأوتوماتيك ريبيت كوري هو يأمن وصول المعلومات بشكل صحيح، لكن إلى قابلية على إيصال المعلومات راح تتأثر مثل ما قلت لكم على الثروبت الإنتاجية الخاصة بالسيستم، وبالتالي إذا أظل تصير بي أخطاء ورجع أرسل وظل أرجع أرسل وظل أرجع أرسل، طبعا إذا التالي الشانل يكون عاجز إذا كان هناك ضوضاء عالية أو كان عندك فادينج شانل. زين زين، بهاي الحالة مثل هاي الحالة إلى أن يوصل الداتا يصير بها ستك بالترانسميتر تعصى، وبذلك يستمر الترانسميتر يكرر ويستمر الريسيفر يطلب من الترانسميتر تكرار إلى أن يصير أكو هناك فشل بالإرسال. بالتالي نصل إلى نتيجة أنه طريقة الكشف الديتكشن هاي ويا الأوتوماتيك ريبيت كوري هي طريقة مو ناجحة 100%. لعد شنية الطريقة شو أسوي وين أروح؟ إذن الطريقة الناجحة واللي هي كاملة 100% واللي نحتاجها هي جعل الريسيفر مو إلى قابلية فقط على كشف الأخطاء، وإنما إلى قابلية المفروض يصحح الأخطاء. لذلك رح نتجه صوب ما يسمى بالشفرات المصححة للخطأ. وضحت شباب الفكرة؟ وضحت عندي الفكرة؟ إذن هنا خلنا نقرأ هذا الشيء. In this system, هسه الأوتوماتيك ريبيت كوري يحتوي two channels. العادة أكو forward channel اللي هي محمية ضد with error detection وكشف الخطأ، وباكورد channel الداتا راح ترسل معلومات خلال الفورورد channel. هاي الداتا هي محمية ضد الأخطاء with probability error detection وهي كاشف للخطأ. الريسيفر إذا الريسيفر يكتشف أخطاء رأمر ذيل الباكورد شانل will be used، رح يستخدم الباكورد شانل حتى الانفورميشن يعيد إرسالها to retransmit أو repeat the same data so that the data received correctly، بحيث أنه توصل الداتا بشكل صحيح ويأمن وصولها بشكل صحيح بدون أخطاء. وقلنا هاي الطريقة هي مو مثالية 100%، لذلك رح نلجأ إلى شيء آخر هو الـ error correction أو الـ error correcting codes. إلى هنا أنا واضح شباب؟ واضح. خاف أني حكي سريع أعيد ذاك مرة أخرى لو الكل افتهموا. ها واضح يا شباب. واضح دكتور. واضح دكتور. زين. إذن هسه الـ error correction أو correcting codes. زين. شباب هسه هذا لوش دين الجئ الى من يقول لي؟ لانه الريسيفر ما يقدر يصحح، ما عنده امكانيه تصحيح. نعم، اذا يقدر يكشف اخطاء بس ما يقدر يصححهن. زين، نعم، فنتجه نحو الشفرات المصححه للخطا. اذا in order to make the receiver have ability to detect and correct بنفس الوقت الايرور، then not only a single parity bits is used. ما راح استخدم بس بت واحدة، لكن شو راح استخدم مكانها؟ راح استخدم ال R bits، R من البيتس لكشف وتصحيح الأخطاء، ويعطينا الكود ما يسمى بال NK كود مثل ما اتفقنا. نجي إلى تعريفات أساسية. زين، شنو عندي التعريفات الأساسية؟ عندي ما يسمى بالسيستماتيك والنون سيستماتيك كودز.
شنو السيستماتيك كود وشنو نون سيستماتيك كود. اذا الانفورميشن اللي هي الاي بيتس ما تتغير بمواقعها ولا بالقيم مالتها، لا بالقيم ولا بالبوزيشن مالتها، ات ترانسميتر كود وورد، then the code is said to be systematic. يعني أنا هسه هنا هاي الداتا باعولي هاي الأيات من A1 إلى AK وهاي السيات من C1 إلى CK إلى CR، أقدر أنا أفصلهن أو أقدر أفهمهن شباب زين. إذا أقدر أفصل الأيات عن السيات نقول هيك كود هو systematic code word زين. وهاي الايات ما متغيره لا بالقيم مالتها ولا بالبوزيشن، بحيث مو هنا اشوف هنا سيات واشوف بالنص هنا مثلا اي 2 اشوف هنا اي 4 زين. اذا هنا ما اقدر اكشف زين. هسه الاوتبوت اذا هنا شو وقت نقول سيستماتيك كود وورد التعريف، اعيد هذا التعريف مهمه شباب تيجي احيانا لواء شنو السيستماتيك كود وورد؟ اللي ما يتغير لا قيمتها ولا موقعها بالرسيفر. اللي لا تتغير لا قيمها ولا زين، وبعد اقدر افصل الايات عن السيات. يعني من يجيني اوتبوت كود وورد بهالشكل اقدر اقول ترى هاي الكودات هسه هذا 1101 مثلا هاي تمثل لي انفورميشن، والواحد 111 هي تمثل لي الكوركشنز او السيات. طبعا هاي شلون راح نعرفها شباب؟ راح بالامثله راح اعلمكم عليها بعدين زين. اذا اقدر افصلهم، اقدر اقول هاي ترى فقط الايات الانفورميشن A1 A2 الى AK، وهنا السيات C1 C2 الى CR. واضحه هنا زين. However if the data bits are separated or changed at their output code word, then the code is said to be non-systematic. زين؟ إذا هسه هاي الأيات والسيات منتشرة ومتغيرة بمواقعها أو بالقيم مالتها مثل هاي الحالة، نقول هيك الكود non-systematic. واضح؟ زين. منتظر. هسه نعم. شلون اقول هسه هذا الكود هو نون سيستماتيك دكتور؟ لان البتات تجي متغيره مواقعها وقيمتها. وبعد هسه هنا منتظر اقدر افصل الايات على صفحه والسيات على صفحه؟ لا دكتور، لو مخبوطه بيناتهم خبطه صايره مثل الخبطه مثل الشبكه مخبوطه مضروبات هن. زين، اذا هنا ما اقدر اميز بين الانفورميشن وبين الكوركشن بيتس، ومخبوطة بيناتهم بحيث ما أقدر أفصل بيناتهم. وضحت الصورة؟ واضح. زين، هسه نجي إلى فد شيء اسمه الهامينج ديستنس. زين، هسه لحظات ثانية واحدة بس. اللي يخطر بالباله يعني هنا بدنا نحكي بالهامينج ديستنس، اللي يخطر في باله كلمة distance هو مسافة، لكن هنا هي مو عندنا مسافة حقيقة، هذا معنى مجازي، معنى مجازي مو معنى حقيقي انه اكو مسافة بين كود وكود اخر زين. يعني يعني مو مسافة وتنقاس بالامتار وتنقيسها، لا هي حقيقة هو الفرق بين كود وكود اخر بالبتات راح ناخذه هسه. وهذا الهامينج ديستنس هو فد عامل كلش مهم في كشف وتصحيح الاخطاء. يعني بالقانون مال كشف الاخطاء وتصحيحها نعتمد على الهامينج ديستنس زين. فاجي هنا اقول امكانيه the ability of error detecting and correcting depends on this parameter. اذا امكانيه كشف وتصحيح الاخطاء تعتمد على هذا الباراميتر زين. ايش قد هو يكشف اخطاء؟ بمقدار هامينج ديستنس ناقص 1. راح ناخذه بعد شويه. ايش قد ممكن يصلح اخطاء انتجر للهامينج ديستنس ناقص 1 على 2؟ اذا هو عامل
مهم جدا هذا الباراميتر في كشف وتصحيح الأخطاء اللي دا نحكي عنها. الهامينج ديستنس بين تو كود ووردز سي اي وسي جي denoted by دي اي جي which is the number of bits that differs. يعني شنو؟ يعني أنا هسا عندي سي 1 أفرضها 1 0 1 1 1 0 0. السي 2 هي تمثل لي كود وورد آخر هو 1 0 1 1 0 0 1. إيش قد الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أسميه دي 1 2. الفرق الديفرنس بين الكود الأول والكود الثاني كم بيتس؟ هذا نفس البيتس، هذا نفسه، هذا نفسه، هذا نفسه، هذا نفسه. كم فرق أكو بيناتهم؟ أكو فرق هذا الواحد هنا صفر وهنا هذا الصفر هو واحد. إذا جد الفرق بيناتهم؟ الفرق هو اثنين، هذا صفر وهذا صفر. شقد الفرق؟ اثنين. زين هسه إذا جبنا كود وورد ثالث العملية راح تصعب. خلينا نشوف هسه هذا 1 0 1 1 0 0. السي 2 خلينا نقول 1 0 1 2 3 0 هنا دقيقة. إذا الكود الثالث، لحظة خلينا نعطي كود ثالث، كود ثالث اعتبره سي 3. سي 3 هو 1 0 1 3 0. زين هسه هنا شو يصير عندي؟ كم هامينج ديستنس؟ راح يصير الهامينج ديستنس بين الاول والثاني وبين الاول والثالث وبين الثاني والثالث، مو صحيح؟ لا تفهموني هو دكتور ما يصير مباشره على ثلاثه شيك؟ لا ما يصير، ما يصير. لازم نطلع انا شنو اللي احتاجه؟ احتاجه مينيمم هامينج ديستنس. هسه احنا بين الاول والثاني ايش قد؟ بين الاول والثاني 2. هذا بين الاول والثاني. شوفوا لي بين الاول والثالث ايش قد؟ هنا بين الاول والثالث بس واحد. واحد بس واحد، احسنت. بين الثاني والثالث شوفوا لي هم واحد. اذا ايش قد المينيمم هامينج ديستنس راح اختار؟ واحد. اللي هو يسمينا اللي هو نعتبره هامينج ديستنس ايش قد؟ راح اعتبره هامينج ديستنس ايش قد؟ واحد. هنا اذا عندي اي انفورميشن، عندي اي انفورميشن اي 1 اي 2 اي 3 فرضا ثلاثه، كم بوسيبل كود ووردز اقدر اطلع من عندهم بغض النظر عن الكوركشنز؟ بغض النظر عن الكوركشنز او اربعه، اي اربعه وسي 1 سي 2 سي 3 تعتمد على الايات. الايات 4 2 اس كي، 2 اس كي كود ووردز. ليش 2 اس كي؟ لان هاي هسه 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 وهكذا الى الواحد واحد واحد واحد. اذا كم كود ووردز؟ اذا الكود ووردز تعتمد على الكي. اذا فور باينري، فور باينري ان كي كود أنا عندي 2 اسكي بوسيبل كود ووردز. زين اذا المينيمم هامينج ديستنس، المينيمم هامينج ديستنس هو راح تكون الفروق بيناتهم مثل ما نقول، وقد تكون محصوره بين الصفر وبين الان. من يقول لي ليش ايش وقت تكون صفر وايش وقت تكون ان الدي اي جي؟ صفر اذا ماكو فرق، يعني الكود دا قارنه ويا نفسه، كانه الكود دا قارنه ويا نفسه. زين شو بتكون ان الفرق؟ لا شو بتكون ان اذا قارنوا ويا الكود الثاني؟ اذا الكود قارنوا ويا الانفيرس مالته. يعني شنو الانفيرس مالته؟ هذا عكسه بالضبط. هسه هذا واحد يصير صفر، الصفر يصير واحد، الواحد يصير صفر، الواحد معناها كلهن اخطاء. يعني كانه بالضبط. اذا الدي اي جي هو محصور بين أكبر أو يساوي لنا صفر وأصغر أو يساوي لنا الآن. زين إذا هاي العملية الفروقات، إذا أنا زين إذا عندي 16 مثل هاي العملية، هاي عملية الهامينج ديستنس مينيمم سهلة لو صعبة راح تصير؟ صعبة كلش. ليش تصير صعبة كلش؟ من يقول لي؟
لان كثره عدد ارقام يعني اكثر من لان الكود الاول اي 1 لا يعني الكود الاول سي سي 1 راح نسميه لازم اقارنه ويا سي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5 الى سي 16 او سي 15. السي 2 نفس الشيء، السي 3 نفس الشيء، زين هاي عمليه لا نهائيه. اذا عمليه تحديد الهامينج ديستنس راح تكون اصعب. اذا لابد اكو طريقه تسهل لي قياس الهامينج ديستنس. اذا ملاحظه مهمه، ذا كالكوليشن اوف هامينج ديستنس ذا يصير becomes more difficult if the number of code words increase. كل ما الكود وورد يزداد عددهن كل ما عملية المقارنة راح تصير أصعب. زين بهيج حالة راح تتجه إلى ما يسمى بالهامينج ويت، هو اللي يحدد لي المينيمم هامينج ديستنس. شلون الهامينج ويت؟ هو عدد الوحدات the number of ones in non-zero code words. يعني شنو؟ منو يقول لي هسه هذا ايش قد عدد الواحدات اللي بيه؟ اثنين. اذا الهامينج ديستنس مالته او الهامينج ويت مالته ايش قد؟ اثنين. شنو هو تعريفه الهامينج ويت؟ هو عدد الواحدات في كل كود غير صفري بالسي اي. عدد الواحدات في كل كود غير صفري، يعني مو كود كله أصفار تقول لي هذا الويت مالته صفر، لا كود مو صفري، في كود غير صفري بي واحدات، بي واحد على الأقل أو واحدين أو ثلاث واحدات حتى نجد الهامينج ويت. زين ليش مهم إنه نجد الهامينج ويت؟ مثل ما شفنا سابقا for linear codes الهامينج ويت هو تمثل لي الهامينج ديستنس واللي هو يمثل لي المينيمم ديستنس دي اي جي. إذا هسه الطريقة اللي عرفتها سابقاً إذا أنا عندي 16 كود وورد كم مينيمم هامينج ويت راح يكون لها؟ فقط 16. إيش قد المينيمم هامينج ديستنس؟ هو أقل ويت. افتهمنا لو ما افتهمنا؟ يعني إذا أسوي جدول هنا أنا بالأيات A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 واجد الويت هنا اله هنا كود وورد راح يطلع نهائي صفر صفر مثلا واحد واحد هنا مثلا واحد صفر واحد. ايش قد هذا المينيمم؟ ايش قد الويت مالتي هنا شباب؟ أربعة. زين إذا كود لاخ آخر هم نقدر نجد الويت إليه؟ سهلة لو صعبة؟ مو أسهل من مقارنة بين بين كود كل كود وبين بقية الكودات كلها ديستنس وياي؟ هذا بعدين راح نشيك كل 16 بت هذني إلى أن يوصل واحد 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 بالنهاية. نفرض هنا صفر واحد واحد، هذا ايش قد مثلا؟ ستة. زين هذا بعدين راح ناخذ أقل ويت المينيمم ويت، والمينيمم ويت هو اللي يمثل لي المينيمم هامينج ديستنس. سهله لو صعبه بهالطريقه راح يكون الهامينج ديستنس هو المينيمم هامينج ويت وخلاص. سهله. زين هسه انا ايش قد اقدر اكشف اخطاء وايش قد اقدر اصلح؟ اقدر اكشف اخطاء بمقدار هامينج ديستنس ناقص واحد. يعني اذا قالوا لك الكود 7 4 مثلا مثلا زين الهامينج ديستنس مالته 3 مثلا هامينج ديستنس طلع 3 مثلا. زين ايش قد ممكن اصلح اكتشف اخطاء؟ 2 2 هامينج ديستنس ناقص 1 ايش قد اقدر اصلح من عندهن؟ لا هذا القانون انتجر. اي نعم صحيح انتجر للهامينج ديستنس ناقص واحد، ثلاثة ناقص واحد اثنين، على اثنين صير واحد، اقدر اصلح منها ادهن واحد. اذا هنا الكودات لازم تعرف فقرة انه ممكن تكشف اخطاء، ممكن تكشف ثلاث اخطاء بس مو شرط انه تصلحهن كلهن، ممكن تصلح لك خطا واحد، ممكن تصلح لك خطأين حسب هذني القانونين اللي قلت لك اياهن هنا.
زين. هسه نيجي على اللينير والنون لينير كودز. شنو شو بتكون الكود مالتي لينير وشو بتكون نون لينير؟ لما السيات الكوركشن بيتس اجيبها من ايات علاقه لينير اوبريشن او لينير كومبينيشن بين الايات والسيات، السباعه هذا زائد هذا الزائد يمثل لي مود 2 اديشن او اكسكلوزيف اور جيت. لما السيات علاقتها بالايات اقدر اجيبها من الايات بطريقه اللي هو السيات اللي هو الكوركشن سي 1 سي 2 الى السي ار، اجيبها من الايات بطريقه لينير كومبينيشن، اقول عن هيك كود وورد اقول عنه لينير. من السيات اجيبها بغير طريق، يعني كان تكون هنا هسه هذا اي 1 مضروب في الاي 3 زائد اي 5، هذا شو يقول عليه لينير لو نون لينير؟ من يقول لي هذا الكود لينير؟ اذا فقط لما تكون علاقه السيات السي 1 سي 2 الى السي ار بعلاقتها بالايات كلينير اوبريشن او لينير كومبينيشن او اكسكلوزيف اور جيت او مود 2 اديشن، بهيك حاله اقول عنها لينير. اذا هنا شو معرف لنا اياهن؟ يقول لك هنا when the r parity bits، يعني شو اقصد بهن السيات السي 1 سي 2 الى السي ار، are obtained from a linear function containing exclusive OR gate only of the k information bits then the code is said to be linear، otherwise خلاف ذلك راح نسميه نون لينير كود. واخذنا الملاحظتين الرئيسيه اللي حكيت عنهن انه شلون اكتشف الاخطاء، ايش قد اكشف وايش قد اصلح من الاخطاء. هسه خلينا نسال منو؟ فلأسأل واحد من الموجودين وليكن أمير عيسى. أمير موجود؟ أمير عندك كود الهامينج ديستنس إلى مالته 5، نعم، إيش قد أكشف أخطاء؟ 5 يعني اعتمد على القانون. إيش قد يكشف أخطاء؟ الإتش دي ناقص 1 يعني 5 4 على 2 يكشف 2. لا لا يكشف ايش قد؟ 4 4 ايش قد يصلح؟ ايش قد يصلح؟ 4 يصحح 2. ايش قد يصلح؟ يصحح 2 صلح 4 هنا 5 ناقص 1 4 على 2 هو 2، نعم يصلح 2. نعم. واضحه؟ نعم زين ما باللازم امير. خلينا نشوف ماجد. ماجد وياي؟ وياك دكتور. ماجد اكو كود طلع الهامينج ويت مالته 7، نعم زين، ايش قد يكشف اخطاء؟ يكشف اخطاء 7 ناقص 1 6. 6 زين، ايش قد يصلح من عندهن؟ يصحح 6 على 2 3. 3 من عندهن. نعم زين، افتهمنا. اذا افتهمنا السيستم ماشي. زين هذا راح يصير بي طبعا بعدين كود تيبل. احنا بهذا الفصل راح ندرس ثلاث انواع من الكودز. اكو اللينير بلوك كود، هذا واحد. راح ندرس السايكليك كود وراح ندرس الكونفوليوشنال كود. كونفوليوشنال كنا يعني سنوات نطي وسنوات ما نطي، على اكثر هسه نطي بس بعد نص السنه. اكو تجربه على فكره على السايكليك كود نزلت لكم بها فيديوهات، شفت يعني هاي الفيديوهات اللي بصوتي شباب، انه تجربه احنا ما نلحق نشرح 8 ساعات متواصله او 4 ساعات او حتى ساعتين متواصله وتقعدكم تجربه مستحيله.
بس وايضا المختبر هو يفترض يكون بالفصل الثاني، بس هم مقدمين للفصل الاول، فما عندي غير طريق غير انه سجلت لكم السايكل كود ودزيت لكم اياه على مود المختبر، فتقروه كما هو، هل تسمعوه كما هو من صوتي، واللي تفهموه من عنده ف 70% 80% فهمته 60% 50%، واني من اخذ السايكل كود بالنظري افهمكم اياه ان شاء الله 100%. وضحت الصوره بالنسبه للمختبر بالنسبه للسايكل كود؟ واضح ان شاء الله. زين، المهم فنجي على اللينير بلوك كود هسه، فقط راح اخذ السيستماتيك باينري كود. احنا حكينا عن اكو طبعا اكو سيستماتيك واكو نون سيستماتيك. شو وقت اسمي الكود سيستماتيك من يقول لي؟ عندما ما تتغير قيمته لما الايات الانفورميشن تكون بالضبط، شبيه الايات تكون الانفورميشن بس ما متغيره unchanged، لا بذير values ولا بذير positions. زين، اقول على هيك كود وورد هو سيستماتيك، اذروايز خلاف ذلك ايش راح نسمي؟ نون سيستماتيك. خلاف ذلك راح نسمي نون سيستماتيك. زين، نجي هنا الى اذا هنا باللينير بلوك كود فقط راح اخذ السيستماتيك. الار باريتي بيتس، الار باريتي بيتس are obtained using the linear functions of A's. إذا هنا علاقة السيات بالأيات، باعوا هنا C1 هو جاي من H11 في الـ A1 زائد H12 في الـ A2 زائد H13 في الـ A3 إلى H1K في AK. نفس الشيء C2 هي H21 في الـ A1 زائد H22 في الـ A2 زائد H23 في الـ A3 إلى H2K AK. إذا هنا الار باريتي بيتس حصلتها بطريقه لينير فانكشن للايات. هنا السي ار شوفوا هو اتش ار 1 في الاي 1 زائد اتش ار 2 في اي 2 زائد اتش ار 3 اي 3 الى اتش ار كي اي كي. رياضيا هاي ممكن نوصفها بالسيت مال الايكويشنز التالي، هاي المعادلات. هذا شنو الزائد اول شيء، وشنو هاي الاتشات؟ هذا الزائد هو مود 2 اديشن او اكسكلوزيف اور جيت. زين، اكو اند جيت ملتبلايد اللي هي الاتش 11 مضروبه في الاي 1 والاتش 12 مضروبه في الاي 2 والاتش 13 هي مضروبه في الاي 3. راح لكن بصوره عامه علاقات الايات، الايات هي بعلاقتهن بيناتهن هي جمع او مود 2 اديشن او اكسكلوزيف اور حتى يعطيني السيات بطريقه لينير. شنو الـ HIJ اللي H11 H12؟ هو الـ coefficients اللي هي binary coefficients variables for binary code. هسه شلون راح نطلع الـ complete output code word؟ الـ complete output code word راح ناخذه عن طريقين، اما عن طريق ما يسمى generator matrix او عن طريق الـ parity matrix اللي هو الـ H، عن طريق الـ H-chart. فالكود وورد الاوتبوت كود وورد الكومبليت اوتبوت كود وورد يمثل لي الداتا. من هي الداتا؟ من هي الداتا؟ هي الايات A1 A2 A3 الى الـ AK. سن إذا جي جنريتر ماتريك، والجنريتر ماتريك شو يمثل لي؟ يمثل لي ايدنتيتي جزئين، يمثل لي جزئين بداخل الماتريكس. يمثل لي ايدنتيتي مقداره كي في كي، هذا ايدنتيتي مقداره كي في الكي. وباريتي اللي هي الاتشات ذني اتش 11 اتش 21 اتش 31 الى اتش ار 1 اتش 12 اتش 22 اتش 32 الى اتش ار 2 الى اتش 1 كي اتش 2 كي الى اتش ار كي. بصوره عامه هذا هو الماتريكس مقدارها كي من الصفوف في ان من الاعمده، او باختصار اقدر اقول عنها هي جزئين اجمنتد، هذا اجمنتد
identity مقدارة كي في كي مع parity مقدارة P KR. طبعا هذا شلون راح نفهمه، شلون راح ندرسه، هذا عن طريق الأمثلة شباب. يلا يلا تقدرون تفهموا، بس أنا هسه أريدك تفهم لي كصيغة. إذن الأوتبوت كود وورد، أما أقدر أستخرجها عن طريق الداتا، عن طريق الجنريتر ماتريكس اللي هو هاي الماتريكس مالتها زين، اللي هي مقدارها K من الصفوف في N من الأعمدة، أو أقدر أستخرجها من الـ H parameters. إذن this matrix اللي دا أقصد عليها على الجي قبل شوية، الجي شبيه يسموها generator matrix of linear block code. المعادلة رقم واحد أقدر أكتبها بشكل ثاني، هو إنه الـ H في C transpose ساوي لنا صفر. زين إذن هنا أنا بالإنكودينج أقدر أستخدم معادلة الداتا مالتي في جنريتر بولينوميال واللي هو يساوي النسي، أقدر أستخدم هاي المعادلة رقم واحد، أو أقدر أستخدم معادلة رقم اثنين اللي هي الأتشات اللي هي عبارة عن باينري ماتريكس مثلا، وهنا ايدنتيتي يكون. العفو دكتور. نعم. شرط تكون عدد الصفوف قدر عدد الأعمدة يعني، أو احنا هنا شفناها رباعية انه عدد الايدنتيتي. الايدنتيتي نعم لازم، الايدنتيتي ماتريكس لازم تكون عدد الصفوف بقد عدد الأعمدة، لكن بتجي يعني شنو، تجي مقطعين، لحظة، تجي مقطعين ايدنتيتي، هاي لازم عدد الصفوف بقدر عدد الأعمدة، هنا مو لازم. هاي شنو هذا اني همينة باينري، ارقام باينري، شلون اقدر افصلهن؟ افصلهن اشوف هنا هو ايدنتيتي على هاي الجهة، لازم هو اللي يقدر يفصل لي اياها. من اشوف ايدنتيتي على هاي الجهة، الجهة الثانية مو ايدنتيتي، صفارة واحدات، هاي صفارة واحدات راح تكون. طبعا البعض ما راح يقدر يتصورها او يتخيلها الان بهاللحظة، الا اخذ امثلة وتصير مي عليكم سهلة، بدون امثلة ما راح تفتهم علي يعني 100% او حتى 50% او 60%. زين اكو دكتور فاصل من النقاط هسه بيناتها، هذا مو فاصل حقيقي، انا خليته فاصل. مو هذا دكتور العفو، هاي النقاط اللي بيناتها الاتشات، ها هاي يعني التكمله، يعني هنا مثلا اتش 31 شي يجي وراها اتش 41 اتش 51 حسب اللي انا الماتريكس مالتي، ونفس الشيء هنا بالاعمده اتش ار 3 هنا اتش ار 4 مثلا، تفهمني؟ نعم. غير النقاط، هاي النقاط تكمله. نعم. زين نجي، إذن أنا عندي بالترانسميتر أو بالإنكودينج عندي طريقتين، يا أما أستخدم معادلة رقم واحد اللي هي هاي أقدر أقول عنها، أستخدم الجنريتر ماتريكس، هاي راح أسميها واحد بعد الترتيب حتى أطلع الأوتبوت كود وورد، أو أستخدم معادلة رقم اثنين اللي هي باستخدام الـ H parameters. زين هو من هو الـ C؟ الـ C هو يمثل لي الايات A1 A2 A3 الى AK كسيستماتيك مع الكوركشن C1 C2 C3 الى CR. الـ H matrix هو الى علاقة بالG matrix، يعني اذا انا اعرف الG matrix اقدر اطلع الـ H matrix، واذا اعرف الـ H matrix اقدر اطلع الG، واحد اقدر استخرجه من الثاني. ايضا هاي بالتمارين اقدر اعلمكم عليها بس يحتاج وقت. زين عندي هنا الـ H هو شيء يمثل لي ناقصا الـ parity transpose، تذكرون هنا أخذنا قبل شوية هذا أخذنا G هو جاي من identity في parity،
identity في parity. لا بالجي بالاتش بالاتش عكس هذا الشيء بالاتش ماتريكس رح يجي سالب الباريتي. ليش سالب؟ سالب لأنه قد يكون نون باينري شباب. سالب قد يكون نون باينري. وهنا ايدنتيتي مقداره رح يجي بالجزء الثاني الايدنتيتي ار في ار. هاي السالب اذا دحكي باينري ما لها قيمه، ما راح نعتبرها ولا راح تحسبها، بس لازم تعرفها بالقانون. زين هاي الاتش باراميترز هو ناقص باريتي في الايدنتيتي اللي هنا اي ار، يعني ار في ار. هاي الاتش ماتريكس وحداتها ان ار من الصفوف في ان من الاعمده، يسموها الباريتي تشيك ماتريكس، يسموها الباريتي تشيك ماتريكس. زين شباب هاي حتى نفهمه لازم نفهم عندنا فد مثال معين. زين هسه أنا هذا المثال وهاي المحاضرة يعني جزء من عدها راح أعيده بالمحاضرة النظرية، بس داري دراويكم فد مثال على linear block code. هسه إذا عدنا باعولي شباب عدنا المعادلة واحد واثنين هسه exclusive or gate. زين هسه رح ناخذ باينري 7-4 كود وورد وهامينج كود with parity check matrix. هسه هذا parity check matrix هو ناطيني اصفار وواحدات، باعولي ايش قد الطول مالته؟ هذا هذا k وهذا identity r في r، يعني ال r 3 وال k 4 وال n ايش قد؟ 7. شو يريد من عندك مثلا؟ شلون اسوي له encoding؟ فأنا هنا دا تشوفون هنا شو مسوي؟ مسوين المعادلة الأولى H أضربها في C transpose، يعني هذا ال H أرجع عليها أضربها في C transpose اللي هي تمثل لي الأيات A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3. راح يساوي لي أصفار هاي مقدارها 3 في 7، هاي مقدارها 7 في 1، هاي مقدارها 3 في 1 أصفارة من الأصفار. من هاي المعادلة راح أطلع علاقة السيات بالأيات، راح تشوفوها راح تطلع السيات بدلالة الأيات، وبالتالي أجي أسوي للأيات تيبل. طبعا هاي بس دا أعلمكم، ما داخلة بالمحاضرة مال اليوم، هاي ما داخلة بمحاضرة اليوم، بس دا يعني أفهمك شنو القصة. هاي الايات بما انه 4 راح يصير عندي 16 كود من الصفر لل 15. السيات ذني شلون راح اطلعها؟ بدلاله الايات، يعني اخذ اي 1 واي 3 واي 4، اي 1 واي 3 واي 4 اكسكلوزيف اور حتى اطلعها للسي 1. السي 2 تمثل لي اي 1 واي 2 اي 4 اكسكلوزيف اور واطلعها. السي 3 اطلع اي 1 واي 2 اي 3 كلها اكسكلوزيف اور وأطلع العمود مال C3. أطلع بعدين الهامينج ويت، شلون أطلع الهامينج ويت؟ هنا ثلاث وحدات، هنا ثلاث وحدات، هنا أربع وحدات، هنا شوف المينيمم باعوا المينيمم هنا مثلا ثلاثة، فأقول المينيمم ثلاثة، إذا المينيمم هامينج ديستنس هو ثلاثة. إذا إيش قد يكشف أخطاء؟ يكشف خطأين. إيش قد ممكن يصلح؟ يصلح خطأ واحد.
شباب هسه هذا المثال ما اعطيتكم اياه كمثال هسه اريد افهمك كل شيء، راح ناخذه بالنظري هذا المثال والتفاصيل مالته، بس اريد اوضح لكم ايش دا يصير مقدما. وضحت شباب الصوره؟ شباب وياي؟ نعم وياك دكتور. اعرف يحتاج يعني شوية تعب من عندكم، وأحتاج أني المحاضرة الأخرى حتى أوضح التفاصيل. يعني المحاضرة هاي هي كانت فقط القوانين اللي احتاجيتها، بالمحاضرة الثانية رح ناخذ الهامينج باوند، رح ناخذ أمثلة على الموضوع هذا حتى تفتهمون اللينير بلوك كود. واضحة يا شباب الأمور؟ زين، مبدئياً راح اخذ الحضور هسه اشوف منو الغايب حتى قبل حد. هذا كل السهل هسه تشوفوه مي شلون اسهل حتى من القبله المواضيع الفصل مش هذا دكتور بوجود بس شنو الفصل. بس شنو احتاج من ادخل بالمحاضره، يعني الاسبوع الجاي من ادخل بالمحاضره مال المثال، قد ما ادخل بالمثال قد اعيد لكم هاي او جزء من عندها. زين فاخذ مثال يلا تفتهمون هذا الشيء انا متاكد. زين بعد البدايه، زين البدايه والشرح مال البدايه اوكي ما بيها كل سهل واضحه وسهله. انا شاكر لكم. راح اطلب من عندكم مثل ما قلت لكم بالنسبه للمختبر من فضلكم، يعني اكو محاضره انا مسجلها على السايكل كود تفتحوها وتشوفوها، والجزء الثاني على مود الجزء العملي نسويه بالمختبر، تجون بس تسوون الجزء العملي بالمختبر. واضحه؟ تمام واضحه. أني شاكر لكم. إذا أحد يريد عنده شيء وياي أو عنده استفسار أو عنده كذا أنا راح أبقى آخر واحد بالميت إلى أن أشوف الكل طلع ويلا أسد الميت. أنا شاكر لكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا شباب أهلا بكم. أهلا. بالمعادلات ليش ما صارت هي بس مجرد أور؟ ليش إكس أور؟ ها لانه احنا هنا اذا بالشابهية نصفارة، اذا مختلفين هو واحد. ابسط مثال على الايفن باريتي والاود باريتي ديتكشن هو اذا تتذكرون هو اكسكلوزيف اور جيت. هنا ليش اكسكلوزيف اور جيت؟ لانه بدنا نحكي قد يكون باينري وقد نون باينري وياي. احنا بدنا نحكي بصوره عامه، احنا هنا قد يكون هو مود 2 مثل ما قلت اديشن اذا بدنا نحكي باينري، فهو مود 2 او اكسكلوزيف اور جيت، بس احنا اكو جزء حاذفين من المنهج اللي هو النون باينري. نعم زين عيني. هاي واحد. والشيء الثاني انه اللي يربط بيناتهم هذني الانفورميشن داله الاكسكلوزيف اور جيت اللي ماخذيها باللوجيك حتى تعطيني الايفن باريتي، حتى تعطيني الايفن باريتي اللي هو ابسط انواعه انه اضافه بت وحده، اضافه بت وحده اللي هو الايفن باريتي، بس احنا هنا نضيف ان بتس، هذا الفرق. اوكي اوكي وضحت الصوره. شكرا دكتور. شكرا. بعد نعم لا طبعا اكو اشياء هواي حديثه بعد، اكو كودات جديده، اكو ريد سينمون كود، اكو كودات كلش هواي احدث. احنا مو قديمة وحديثة، احنا دندرسك البرنسبل. طبعا اكيد عليها اكو ادفانس اللي تاخذه بالماجستير، واللي اكو بعد نوع اخر من انواع بالدكتوراه حتى لتفهمني. فانت اكيد اللي دناخذ البرنسبل الاساسية، الاساس اذا تعلمت الاساس الباقي كله سهل تتعلمه بالمستقبل. فاكو لا اكو كودات هسه راح ناخذ الهامين كود، اكو بالماجستير ياخذون ريد سولومون كود، اكو انواع من الكودات ما اخذيها تاخذوها، واكو قادات ايضا ما تاخذوها. فهمتني؟ العلم احمد فاضل المجال للعلم كلش واسع ودا يتوسع، بالذات الاتصالات مو مثل المشين والباور. المشين والباور البرنسبل بعده نفسه لحد الان يستخدم. التطور اللي دا يصير بالمشين فرع المشين مثلا والباور دا يصير بالباور الكترونيك. لكن لا لا مو الاتصالات ما تخصها كمشين او باور فرع، لكن احنا التطور اللي دي يصير بالاتصالات فشي كلش سريع وكلش متقدم. ف
فأكيد طبعا مو آخر شيء وصلنا له هذا العلم. واضح يا أحمد فاضل؟ وإحنا نحاول دائما في تطور، لكن يعني نوع الدراسة اللي تجينا دراسة إلكترونية صارت ظروف أخرى خلتنا أنه نحذف من المنهج هواية أشياء. أي للأسف الشديد، بس إحنا نحذف هواية أشياء، ويعني مع احترامي إلى كان داحش بصورة عامة مستوى الطلبة متدني بال 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 خلينا نقول بالدرجات بالدروس بالكذا إلكتروني. نعم بالتأكيد طبعا، بالتأكيد طبعا. أهلا أحمد، أهلا.